عليا بالزنقة ولا تخرجنا من المدارس ولا التغطية الصحية ولا الضمان الاجتماعي. هذا نداء تاع الدين العثماني راه الحكومة وفوانو. شوف اسيدي حنا فيكم عندك العالم الكازي وعندك الألطاري وفاهمين تاع المشكل هذا. في الصور عندك حتى العادي تاع المشكل هذا ولا تخرجنا من المدارس. ولادنا شوف اسيدي عندنا البنكات مكسور ما كنخبطوش البنكات منين غناكلو؟ انا كنسالي المشكل ديالي 50 ساعة اللهم ربي هذا مصاب اللهم ربي هذا مصاب اللهم ربي هذا مصاب اطلبوا سيدنا اطلبوا سيدنا احنا معنا هذا المشكل هذا المشكل داخل فيه الناس الكبار الناس الكبار صعيب علينا تطلبوا نيت عن جلالة الملك ومن الله سبحانه وتعالى يحل علينا هذا المشكل هذا مكسور تنسالي من هنا 50 ساعة اللهم ربي هذا مصاب ولا اله الا الله احنا هنا بعنا عمر ديال نابع انا هجل عندي 5 اولاد نسب وليداتهم عمر خدمناه بالتاجي وضيعنا ما ياخذ فيه الحق لا ضمان اجتماعي لا نسيان لا خرصه خرجنا في الزنقه وليداتنا ما بيناش ديال الغد من الحلال اش بغاو عندنا الله ياخذ في الاثار الحق لا ياخذ في التاجي الحق لا ياخذ حقنا احنا ما نديرو شي حاجه خلق القانون احنا بغينا حقنا بغينا حق القوت بغينا ناكلو بغينا ناكلو بارطاجيو كاملين كنتمنى كلشي بارطاجيو معنا الله ياخذ الحق لا ياخذ الحق ما تخلصناش حنا في بلادنا حنا في بلادنا كنطلقه حيت هو كاك عنده حقابه في البرلمان هو ما تيقد عليه حتى شي حد بالك من غير الله ما يقد عليه حتى حد في هذا الكلاس هذا وحنايا شربنا خويا عندنا ولدنا هذا النداء من غتسقطي النداء ديالك سيبتو لجلالة الملك شوف هذا الشيء هذا راه حنايا 700 الناس وكل واحدة خدامة على 5 راه هي 7000 وستاتي غتشرد في ما ديرات الكلاس راه غادي تطيح الروح ما ديرات الكلاس راه حنا ما غنتفكوش راه حنا ما شعرنا خواصة ما شعرنا نديرو خواصة لأن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي القدر وكثير عام راه خدامين في الشركة وجربة دقيقة جربة دقيقة وحنا مع الحكومات حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هاد الشعار لا تكاسي ولا الأنصاري ما ياخذ يوم الحق ما ياخذ يوم الحق تخطو الناس على وليداتهم ما تبقاو ميتين في المساكن وتخرجوا من الديور لأن الخير ما تبقاوش يشكوا في الغلا فين غتشوا هاد الناس واش مشيو شي ساعة وتتلاقي راه كتخيب في الدار يبقى شي ساعة واش قلنا نمشيو ساعة راه كشي عيب وعار هذا نداء لسيدنا الله ينصرو هاد السيدة كتصيفط هاد النداء لسيدنا الله ينصرو نداء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عطيني نمرة التليفون الناس راه كيسمعوك الموحدين كي خلي نمرة التليفون ما تقولش الدواء 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 ما تقولش الدوا
بديتو الفرشة ما تلبس كديتو العظيم اللي دارو فيك الله يرجبو ليا ما تسمعنيش وانا تبعتي الدراري وعندي الكريدي في البنكة وما بقيت لا نعرف لا نذكر ايا ربما الله الجواب تيعطيوني تعيط هادي رسالة للمحسنين ونقول كلشي بارطاجي عليك تعيط اللي ما نشريش نعيبو عيبة الله تدخلو عليا العيد الصباح نعم العيد إلا مسموح خلي النمرة التليفون ديالك أختي عطيهم النمرة التليفون شو شحال ضيا عمري معاهم وبالتالي ما عرفوك حتى شي حاجة شهري خدمتو ما تخلصناش الشهر ديالنا اللي خدمنا قلت باش نعاون بيه ما تخلصناش بيه وداو دار جبنا أنا بعيدو الله العظيم الأنصاري وأنساتي بعيدهم الله ياخذ بيهم الحق كيش قد طردونا وضيعونا اش كنا خدامين مع با الوالد ديالي توفى وأنا صغيرة أنا غابطت العام دخل في الخدمة وتوفى الوالد ديالي وأمين العالمين تنزل الله يرحمه وذكره بكره وتعيد تقول لك ميت الباب وتنبيع دون العيد هذا مين مشاهد ولدو شردنا وجرى علينا وخلينا والله ياخذ فيه الحق الله كي تقدر حتى يحتاج صوت المخدوم